بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سبق معنا في الدرس الفائت بتوفيق الله دراسة السرائر أو السريرة، وبينا بفضل الله عز وجل أن السريرة هي سر الله عز وجل في هذا الإنسان. هذا السر الإلهي الذي هو صلة بين هذا العبد وبين مولاه، بين الإنسان وبين الله. هذا السر الذي سوف تسأل عنه يوم القيامة. هذا السر هو الذي يصلح الأعمال، وهو الذي به تستقيم الطاعات، وهذا السر الذي به تقبل العبادات، به ترفع الحجب، وبه يزداد القرب. بهذا السر ترفع الدرجة، وبهذا السر يكون العبد جليسا لله يوم القيامة، يمتع بالنظر إلى وجه الله من هذا السر الإلهي. وفي كثير الأحيان يحجب عن الله بهذا السر، فهو إما مفتاح الوصول لمن سلك طريقه، وإما حجاب عن الله لمن غفل عن طريق السلوك. السر سماه البعض الروح، الروح لفظ شامل، والسر لفظ خاص. الروح عطاء كامل، سر هذا العطاء يقال له سر. ما هو هذا السر لهذا العطاء؟ أعطاك الله هذه الروح للحياة كلها، من حركة ونظر ونطق وتحرك وعمل. هذه الروح حركت الجسد كله، لكن جعل فيها السر الذي هو كهرباء الوصال بينك وبينه، شريط الوصال بينك وبينه. هذا السر في هذه الروح. فالروح طاهرة مقدسة، والذي قدسها هو هذا السر الذي جعلها مقدسة، هو هذا السر. لأن الروح مقدسة لما دخلت إلى هذا الجسد وتلوثت بذنوب الخطايا، انفصلت منها النفس الأمارة، فأصبحت نفسا وروحا. وهذه الروح في كثير من الأحيان تغفل عن الله، فجعل الله فيها هذا السر الذي يوصلك به كلما أردت. كلما أردت أن تقول يا الله، يكون هذا السر هو الصلة بينك وبينه. فسر وسر وسر يقال لها سرائر. ويوم القيامة قال الله تعالى: يوم تبلى
يوم تبلى السرائر، يعني تنكشف الحقائق، ما كان عليه قلبك وما كانت عليه روحك وما كان عليه حبك ينكشف يوم القيامة، فيظهر حقيقته، تظهر حقيقته، إن كنت مخلصا في التقرب أو كنت مداهنا، إن كنت محبا أو كنت مداهنا، يظهر يوم القيامة. لذلك الله عز وجل من حنانه بنا ورحمته بنا لئلا تكشف أستارنا يوم القيامة، ذكرنا في الدنيا، ذكرنا ونبهنا، فقال جل جلاله: ويحذركم الله نفسه. قال له انتبهوا واحذروا، احذروا أن يكشف الله ستر أحدكم، احذروا أن يكشف الله حال أحدكم. يحذركم الله نفسه، فإذا أخذت حذرك وانتبهت ناداك بلسان العطف: الله أعلم بما في نفوسكم. فلا تظن أن ما في نفسك هو مختبئ، اختبأ عليك ولكن لم يختبئ عن الله عز وجل، يعلم السر وأخفى من السر. الله أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين، فلا تخلي هذا السر يغيب عن الله أو يتلوث بغفلة تبعده عن الله. والله أعطاك الحذر، وبعد أن أعطاك الحذر أخبرك أنه يعلم سرك، يعلم خفاياك، يعلم ما تنطوي عليه نفسك. مرة قال الله أعلم، ومرة قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. شو السبب؟ الله، والآية الثانية ربكم، الله تكون للمبتدئ، المبتدئ باسم الله، الله. فلا تظن أنك ذكرت الله ما لم يكن اسم الله في سرك. إذا لم يسري في السر لا تزال بدون ذكر، ما ذكرت حتى يسري سر اسم الله في سرك. فإذا سرى اسم الله في السر عندها بدأ ذكرك. الله أعلم بما في نفوسكم، فنفوسكم صارت مع الله، فالله أعلم بها. أما إذا ارتقى إلى الحضور مع الله وإلى القرب إلى الله، فصار ذكره ذكر الهيبة والجلال، وذكر الهيبة والجلال أخبره ربكم أعلم بما في نفوسكم. وذكرت لكم كلمة الرب دائما إذا أثرت في القرآن تأتي بمعنى الجلال والتعظيم والهيبة. فلما ملئ قلبه باسم الله جلالا وعظمة ناداه ربكم، ربكم، عظمة الله، أعلم بما في نفوسكم. فمعنى ذلك أنه لا يغيب من ذرة في الكون إلا وعلم الله بها، مهما كانت الذرة فعلم الله قائم بها. فهذا بالكون. وأما أنت، أوجد فيك هذه الروح،
روح الأنوار، روح الحب، روح العشق، الروح التي ما عرفت غيره. عندما أعطاك هذه الروح ما عرفت غيره ولا انشغلت بغيره ولا التفتت لغيره، فلماذا لما أعطاك هذه الروح شغلتها بغيره؟ أعطاك هذه الروح شغلتها بغيره؟ واعلم يقينا يا ولدي أنك إذا أحلت إلى غير الله فقد أحلت إلى مفلس. من أحيل لغير الله أو التفت إلى غير الله التفت إلى مفلس، ومن التفت إلى مفلس كيف يفلح؟ كيف يفلح؟ كيف ينجح؟ كيف يكون رابحا؟ فلا تظن يا ابني أنك في حياتك إن غبت أو شغلت بغيره أو غفلت عنه تظن أنك رابح. الربح به والخسارة من دونه، فكل تعلق بغيره خسارة وكل التفات إليه ربح. فإذا ربحت التفاتك إليه ربحت قدرته وعظمته، ربحت رضوانه ومغفرته. أما إذا التفت عنه لغيره وانشغلت بغيره أو سألت غيره فقد سألت مفلسا وخسرت الكرامة كلها والربح كله. فالمؤمن ليس له انشغال بغير الله ولا التفات لغيره. الله خلق لك هذه الروح، أمدك إياها، أمدك بها، أعطاك إياها، ثم من عليك بها أنه اختص بها، لم تنكشف لمخلوق إلا لمن تفضل الله عليهم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يعني نحن ما بنعرف شيء، قال لا بتعرفوا، ولكن وما أوتيتم من العلم بالروح، وما أوتيتم من العلم بالروح إلا قليلا. فقد ما عم تسمعوا ما هو إلا أمر قليل مما لم يكشف لكم، لأنه لو كشف الغطاء لارتد الكثير، ارتدوا عن الإسلام ما بيتحمل. ومثل ذلك كمثل طفل وضعنا بتمه كوساية دفعة واحدة، شو بتكون النتيجة؟ نخنه بيموت. أردنا نغذيه لكن مات، فالمفروض نفرط له إياها ونطعميه رزتين رزتين. هكذا نريد الآن، عم ناخد رزتين رزتين، لأنه لو كشف الحقيقة لا الكثير انقلب، لأنه لا يفقه، لا يفقه سر هذه الروح. فبعد أن اختص الله بها قل الروح من أمر ربي، والأمر هو الإذن، من إذن الله يأذن بالروح لمن شاء. وما أوتيتم من العلم، يعني من علم الروح، إلا قليلا، فيما لو أعطاك علما كثيرا لطغيت. لو أخذ من الروح 5% لادعى الألوهية، 5%. لذلك
ربي أريني أنظر إليك. لا ينظر إلى الله بقوة الجسد، بده ينظر بقوة الروح. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. تجلى الله على الجبل مغرز إبرة فجعله دكة. الجبل صار دكة وخر موسى صعقا، شيء لا يكاد أن يصدق. جبل ينقلب رمل دكة، فكيف بالإنسان؟ فإذا الروح هي التي تفتح مفتاح القرب وتكشف حجاب الستر عن رؤية جمال التنوير. ما جمال النور؟ انتبهوا، لا يمكن يا ابني للذاكر أن يدرك جمال الأنوار، إنما يدرك جمال التنوير. الله نور السماوات، منور السماوات والأرض، فتنوير بتشوف التنوير. أما النور فلا يمكن أن تدركه في الدنيا ما لم تبلغ الدار الآخرة. هناك رؤية النور الحقيقي، هنا رؤية التنوير. فهنا فرق بعيد بين رؤية النور وبين رؤية التنوير. فبظن المريد إذا ذكر أنه رأى الأنوار، لا يا ابن، كيف تدرك الأنوار والأنبياء سقطت عند رؤيتها؟ لا تدرك ذلك، إنما تدرك التنوير. هلأ السؤال، أنتم شايفين النور ولا التنوير؟ ماذا رأيتم؟ التنوير. لو ظهر النور حقيقة بيعمل حريقة، بيشعل، بيحرق الكل. ولو ظهرت أنوار سبحات وجهه لأحرقت ما بلغ إليه بصره جل وعلا. ففي هذا من الأسرار، ما بيصير واحد يصل إلى ذلك. فالروح التي أعطاك الله إياها، هذه الروح أولا من أخطائنا وذنوبنا وجونا الذي عشنا تلوثت، فما تلوث منها هبط إلى أسفل القلب فصار نفسا، والنفس أمارة، ولكن أول أصلها روح طاهرة نقية. الأصل روح. الله ما خلق فيك نفسا، خلق فيك روحا. لذلك قال ونفخت فيه من روحي، فلما قال خلقت نفخت فيه من روحي، يعني من إذني ومن أمري، من روح إلهية أوجدها الله، صارت نفسا بوجودها فيك. أنت الذي لوثتها بالذنوب وعكرتها بالخطايا وصبغتها بالسواد بمعاصيك، فانقلبت نفسا سوداء. والسوداء دائما تعيش فيها الحشرات، حشرات النفس، من الرياء، من الكبر، من العجب، شفت الحال، من طول الأمل، من حب الدنيا. هي كلها حشرات يا ابن، حشرات النفس تعيش فيها. فإذا أكثرت من ذكر الله وصدقت التوجه إلى الله تطهرت، وكل جزء يتطهر منها يرتقي إلى الروح. قلت لكم الروح مسكنها
في التاج، في الشريان التاجي، والنفس مسكنها في أسفل القلب، والقلب بينهما، القلب بينهما. فكل نفس تزكت بذكر الله بنور الله انجذبت إلى القلب، ومن القلب تنجذب إلى الروح. وكل روح دنستها بالذنوب انجذبت من الروح الطاهرة إلى القلب، فمن القلب تنجذب إلى النفس. فأنت صاير بروحك اللي رب العز أعطاك إياها منحة كاملة، عم تجزأها، مرة عم تعطي من النفس للروح، مرة عم تأخذ من الروح للنفس. متى تستقر؟ متى تطهر النفس وترتقي؟ متى تكون ممن قال الله فيهم قد أفلح من تزكى؟ قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. والفوج الثاني، وقد خاب من دساها، خاب وخسر من لوث تلك الروح جعلها نفسا، ونجح ونجا من طهر هذه النفس لترتقي. النفس متى تلوثت لا يمكن أن تأمر بفضيلة أبدا، دائما تسعى بك بالوقوع إلى النقائص دائما. هذه صفة النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، تسعى دائما أن تسقطك في النقائص. والروح خاصة ليس لها إلا أن ترقى بك إلى الفضائل. القلب يتقلب مرة مع النفس ومرة مع الروح، وأنت بسببك هذا التقلب. عندما تكون مؤمنا محبا مخلصا صادق التوجه إلى الله، مخلص الإقبال على الله، كثير الذكر لله، فالنفس دائما تتنقى من ذنوبها وتتطهر من خلايا أقذارها وترتقي إلى الروح. فإذا طهرت النفس وصارت روحا استقر القلب على الله، ما عاد القلب له ميل لهون وهون. فهذا منك، إذا أنت صدقت الله، اشتغلت بالذكر، اشتغلت بالتوجه إلى الله، بتلاوة القرآن، حتى تطهرت النفس أصبح القلب ساكنا مطمئنا، ما بقى في تقلب عنده، سكن بالله ومع الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليه سمي قلب؟ عم يتقلب بين النفس وبين الروح، بين النفس وبين الروح. مين اللي عم يقلبه؟ أنت. بسم الله. أنت عم تقلبه، مرة تميل إلى الدنيا، ومرة تميل إلى الشهوة، ومرة تميل إلى المال، ومرة تميل إلى النساء، ومرة تميل إلى الهوى، ومرة تميل إلى الغضب، ومرة عم تميل، عم تنزل روحك. بينما أهل الذكر مرة يميل إلى الخشية، ومرة يميل إلى المحبة، ومرة يميل إلى المراقبة، ومرة يميل إلى الذكر، ومرة يميل إلى الحضور. فهذا عم يطلع، وذاك ماله عم ينزل، فعم تتعب قلبك، أتعبت قلبك وأهلكت قلبك. متى تستقر؟
أكثر من الذكر حتى يطمئن القلب بالله. فإذا اطمئن القلب بالله أصبحت نفسك روحا، صارت لا تدلك إلى الخير، ونفسك التي هي رفيقة الشيطان تخلصت من رفيقها، تخلصت من الشيطان. لذلك ما منكم إلا وله شيطان، وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. صار النفس رفيقة الشيطان، ما بقى لها ميل له، صار غذاها من الله، فصارت تأمرك بالخير، والشيطان مهما وسوس ما بقى له شغل. يلي عم يعين الشيطان على إضلالك هي النفس، فلو النفس تطهرت وتزكت ما بقى للشيطان يبني وجود. صار الشيطان يأمرك بخير، صرت منه في سلام. ما معنى في سلام؟ يعني ما بقى يوسوس له، ما بقى بيشتغل بالوسوسة، لكن وسوسته مثل نقيق الضفادع بالنسبة لجري النهر. لو 50 ضفدعة نقنقوا بيوقفوا المي، فلذلك نقنقة الضفادع ما بيأثر، ووسوسة الشيطان كذلك لا تؤثر لما تكون مع الله في كل حال. فلذلك هذه الروح يا ابني، هذه السر. لو أن أحدنا نظر نظرة دقيقة إلى هذه الروح التي أوجدها الله فيك، لو عرفت قدرها لما ملت إلى خطيئة بحياتك كلها، ولما نطق لسانك بكلمة سوء تدنسها بها، بل لحافظت على روحك الطاهرة النقية التي حافظ عليها الأنبياء بحفظ الله. الله حفظ أنبياءه وحفظ رسله، وكذلك يحفظ أولياءه والمقربين من عباده. فإذا حفظهم الله ارتقوا بكمال الذكر وكمال التقرب إلى الله. إحنا ما في حفظ. إحنا ما في حفظ، لكن الله عز وجل أعطاك جوهرتين من أعز الجواهر، بل ثلاث جواهر. أعطاك ثلاث جواهر تستطيع بها أن تكون من أهل قرب الله. أعطاك الإرادة، أعطاك الإرادة، ثم أعطاك الاختيار، إرادة واختيار وتوفيق، توفيق إلهي وإرادة منك واختيار تختار. فإذا اخترت الله عن الدنيا، اخترت الله عن الهوى، أردت الوصول إلى الله باختيارك لله والتوفيق الإلهي حليفك، يحقق لك ما تريد. فلا تقل أنا لست بمعصوم، لا، إنما كتب الله لك باب العصمة وفتح لك باب العصمة، لا لأن تكون معصوما عن الأخطاء، لا، لكن لتكون معصوما عن التوجه لغير الله، أن لا تتوجه لغيره، أن لا تسأل غيره. هيك بدي إياكم تكونوا يا ابني. إذا سألت فاسأل الله، وإذا طلبت فاطلب من الله، وإذا دعوت فادعوا الله، وإذا خفت فخف من الله. إذا سألت فاسأل الله،
وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تجد أحد أقرب إليك من الله. والله الذي يخاطبك ويقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب عم يقول لك من حبل حياتك، أقرب من نفسك إليك. بتروح تعتمد على فلان وفلان وبتنسى الله. فأولا أطلب من الله، أولا التجئ إلى الله، أولا استغيث بالله، ثم اذهب إلى فلان وفلان بعد أن سألت الله. فهذه الروح يا ابني السريرة فيك لتكون دائما على مفتاح الكرم والعطاء. أي ضيق وقعت فيه لا تحتاج أكثر من أن تقول يا الله يا الله، بكلمة يا الله تفتح لك أبواب الحياة، تكشف لك الحجب، تيسر لك الأمور. فإذا كنت ذاكرا لله وتزكت نفسك فصارت تدلك على الخير، صار دائما تسعى بك إلى الخير، أشكر الله على هذه النعمة وسل الله المزيد. هذه الروح يا ابني لحتى ترقى فيك. فإذا نبدأ في هذه الروح، كيف نرتقي فيها إلى الله؟ قبل ما أبدأ بدكم تعاونوني، بدنا نتعاون، تعاونوني على شيء واحد. أن تخففوا من الذنوب والخطايا وتكثروا من التوبة والاستغفار وذكر الله. خففوا اثنين وكتروهن ثلاثة. خففوا الذنوب والخطايا وأكثروا التوبة والاستغفار والأذكار، كثرة الذكر. بذلك بتوفيق الله، إن استقمتم بتوفيق الله، وأرجو الله أن يكون عهد هذا مني إلكم إذا كنتوا بتعاهدوا أنتوا عليه. يلي بعاهد فبيكون عهد مني إله أن لا يمضي علينا بعد توفيق الله وفضل الله إلى شهر رمضان إلا وتشعروا بلذائذ الإيمان في قلوبكم، بخفة الأرواح، برفرفة الروح إلى عالم الملكوت. بس أصدقوا الله، خففوا الذنوب والمعاصي وأكثروا التوبة والاستغفار وأكثروا الأذكار، وسوف تجدون من لذة الإيمان، من لذة الهداية، من شوق القرب إلى الله ما لا يخطر على بال. قل أنا هيك صرت، أنا صرت هيك، معقول أنا اللي كنت كذا كذا أنا هلا صرت هيك؟ نعم. ولا تستغرب، لا تستغرب أن يكون الفحم ألماسا. لكن ما بيصير الفحم ألماس يا ابني إلا بده ضغط، بده ضغط ثلاث أضعاف ضغط الأرض، ثلاث أضعاف ضغط الأرض حتى يصير ألماس. فالفحم الأسود ينقلب إلى ألماس. هذا يا ابني بكثر الضغط. فاضغط على نفسك، اضغط على نفسك هذا الضغط حتى بكثرة الضغط ينقلب فحمها ألماسا، ألماس، والألماس الغالي الغالي.
الغالي، ما الألماس يلي بيسموه الزيركون، الألماس الغالي يلي الجرام منه بعادل كذا ألف دولار. فاضغطوا على أنفسكم. ولحنا يا أخواني أنا وإياكم الله جايبكم لهاليوم، ما أتيتم مشان نضيع وقت، ما أتينا منشان نصرف زمن بدون فائدة. لحنا بدنا نرقى، أنتوا الله بعدكم خصصكم، وإذا خصصكم يا ابني اقبلوا هالتخصص، في تخصص يختص برحمته من يشاء. فإذا أراد الله أن يختصكم بهذا العطاء ما بتقبلوا؟ شدوا همتكم، قللوا من الذنوب، خففوا من الخطايا، أكثروا من التوبة، من الاستغفار. ولو أن كل يوم استغفرت 100 مرة 200 مرة أكثر الاستغفار وأكثروا من ذكر الله عز وجل، فالروح كل ما لها بتزيد نقائها وصفائها وقوتها، وكلما ذكرت أكثر عم تحط لها بترول أكثر، فتأتي الساعة يلي تعرج فيها إلى الله فتشعر بلذة الأنس بالله، لذة القرب إلى الله، لذة الحضور مع الله. تتمنى لو أنك تموت في تلك الساعة، وليت الدنيا لم تكن كلها هذه لحظة من لحظات الأنس بالله يا ابني. هي إذا كان الأخ عرفها بيتمنى لو حياته كلها كانت تقرب إلى الله. وهذه الحياة يعني كلها روحية، ما دخل الجسد، جسد خلوه بشغله، خلوه بالدنيا، خلوه بالعمل، ما دخل، بس الروح، الروح. وأنت إنسان بروحك، لست إنسان بجسدك. فلهذا الطريق الوصول بدي أولا منكم شيء واحد، هو 3 أشياء حتى نحقق هذا السلوك، 3 أشياء لنحقق هذا السلوك. الشيء الأول علو الهمة، الشيء الثاني صفاء القصد، الشيء الثالث صحة السلوك. علو الهمة وصفاء القصد وصحة السلوك، لا تظنها أنه أمر سهل. ما إن إحنا بدنا نتعلم ألف بين نكتب، ولا لحتى توظف وظيفة تتعلم شلون بدك تفتح الكتاب وتكتب بالدفتر، ما شغلة وظيفة ولا شغلة صنعة، شغلة ارتقاء إلى رب الأرباب، شغلة تطهير الروح، تطهير الروح، تطهير الروح. هذه هي يلي الناس ما خطرت ببالهم ولا أجت على خاطرهم، ولو سألنا المشايخ ما بيعرفوها. يا شيخنا شلون نطهر روحنا؟ بقول له روح اقرأ قل هو الله أحد، تطهر روحك، ما بيعرف أكثر من هيك. تطهر روحك قل هو الله أحد، قول أشهد أن لا إله إلا الله تطهر روحك، ما عرف يا ابني. وأنا وياكم نعتقد أنه أرواحنا ملوتة ولا لا؟ نقية ولا ملوتة؟ ملوتة. وفي نفس ولا ما في نفس؟ نعم في نفس، في نفس، في هوى، في شهوة، في لذة، في هذا كله صاير في نفس مقطع قلب روحك يا ابني شافتين. فالروح عم تجيبك إلى مجالس العلم مشان تزكيك وتطهرك، لكن النفس لما بتطلع لبرا عم تسحبك إلى النظر إلى النساء
والغيبة والكذب والنميمة والأخلاق الشرسة والأعمال الناقصة. وأنو اللي عم يغلب الثاني؟ خلينا نكون بكل صراحة مع بعضنا، أنو اللي عم يغلب الثاني؟ النفس عم تغلب. ما هي لو كان لك مجلس صباحي ومجلس مسائي مع الله لغلبت روحك نفسك، ولكن ما لك مجلس، ما عم تذكر الله صباحا ومساء. صباحا ومساء ذكر الله ذكر الله صباحا ومساء تغلب الروح النفس. لكن في تقصير بالذكر يا ابني، فأنا عم علمكم هالشي. بعض المقربين سمع درس من الدروس، قال لي شيخي بجوز تحكي الدروس هي بجوز قدام الناس؟ قال لي إن عم يفهموا عليك. قال لي هي ما بصح. قلت له إن شاء الله ربي بيفهمون. قال لي والله ما بيجوز، عرفان ما بيجوز، لون هدول بدهم ينتفعوا. انا حاطط ثقتي بالله انه تنتفعوا. يلي منكم بيبذل الهمه الله بيعطيه، ويلي ما عنده استعداد انا عم بلغ حتى اذا لقيت الله اكون قد اديت جميع الحقوق باذن الله. فيا ابني روحك طهرها. بدكن تعرجوا الى السماء، بكره بده يجي الموت، بدنا نعرج الى السماء. بدك تعرج بروحك، واذا عرجت الى روح ملوته كيف تقف بين يدي الله؟ اعطاك الجوهره نقيه ترجع له الجوهره منجسه؟ شلون هيك يا ابني؟ كيف بدك تقابل الله هيك؟ عطاك توب أبيض ترجع له يا ملوت أسود؟ هكذا يصنع العبد مع خالقه، هكذا يصنع المخلوق مع الخالق هيك؟ عطاك جوهرة متلألئة ترجع له جوهرة ملوتة بالزفت؟ شو بتستاهل؟ بتستاهلوا حطوه بأعلى عليين؟ لا بتستاهلوا خذوه نظفوه، خذوه طهروه. فأنت بدك تلقي نفسك بجهنم، أنت رايدها، ليش ما من هون تتطهر؟ أعمل لك هون صابونة. ألا إن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. استغفر، توب إلى الله، خفف من الخطايا، أكثر من الذكر. فممكن يا ابني هالروح نزيدها قوة ونزيدها روح، نزيدها مدد حتى تصير نورانية. إذا أتاها اللقاء إلى الله تخرج وكلها نور وطيب، طيب الحب، طيب الذكر. فالملائكة كلها بتعمل لها عرس وبتطالع على السماء الثاني بعرس، والسماء الثاني للثالثة بعرس، حتى تعرج إلى الله. فأول ما تلقى الله، الله تعالى يسلم عليها، السلام عليك، السلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم، طبتم. الله عم يقول لك طبتم فادخلوها خالدين، فوت إلى جنة القرب وجنة الأنس، ادخل. لأنه طيب. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. هيا ابني، فليش ما من هلأ نحن من طيب حالنا؟ من الآن نستغفر، منتوب، نخلص إلى الله، نخفف الخطايا، نكسر الأذكار حتى تقوى الروح. فإذا قويت الروح
بدها تعرج إلى الله. بدها أول كل يا أبني بدها علو همة، بدها علو همة. وعلو الهمة أن لا تقف همة أحدكم دون الله، لا تكون الهمة إلا الله. فلا همة غنى ولا همة مال ولا ملك، الهمة أن لا تقف همة أحدكم دون الله. هذا إذا كان صاحب همة. فإذا بدك الله بدك ليلك ونهارك دائما تم مشغول بالله، قلبك معه، خلي يسكن عند الله، خلي يسكن بحضرة الله. فإذا كان الله معك دائما فشغلك ماشي وتجارتك ماشي حياتك ماشي، بس مع الله قلبك. وأنا والله ما بدي منكم يا ابني إلا قلوبكم فقط. والله لو كان أحدكم على مستوى الاستمداد لقل له لا تجي للدرس، خليك وبيصلك غذائك. ما وصلتم إلى ما قوة الاستمداد لسه. فبدي قلبك، أنا ما بدي جسدك. الجسد فقط بس من شان يستأنس القلب، أما إذا القلب حصل قال لك عود وانت في بيتك بيحضر بيصلك غذائك لعندك، بيصلك إمدادك لعندك، وإن كان بينك وبين الشيخ مسافة المشرق والمغرب. لا أظن أنه بينقطع عنك المدى طرفة عين ما دام صلتك قائمة. لكن حضور الجسد بس، يلا شدوا همتكم بعلو الهمة. إذا علت الهمة ليس لنا دون الله حد، لا يوقف قلوبنا إلا الله، ولا نشغل إلا بالله، ولا نلتفت إلا إلى الله، ولا نتعوض عنه بشيء سواه. ما في شيء يعوض عن الله، ما في شيء يبني، لا بيت ولا أهل ولا مال ولا غنى ولا ملك ولا، ما في شيء يعوض عن الله. كل شيء فاني والله وحده الباقي. فلذلك ما في شيء يعوض عنه يا ابني. الله يذوقكم حلاوة حبه، الله يذوقكم حلاوة الحب يا ابني حتى تعرف شو معنات الحب. لك يا ابني واحد مشان عم يحب امرأة، لك عم يبذل ليله ونهاره صباحه ومساءه عم يفكر بمن أحب. وانت لما بتحب الله ليش ما عم تفكر بمن تحب؟ ليش ما عم يخطر ببالك؟ ليه صاحب المحل هو نايم عم يشوف حاله عم يشتغل بمحله قد ما تفكيره بمحله؟ وليش انت ما شايف حالك مع الله في كل لحظاتك؟ ليش؟ لو كان قلبك مع الله لانشغلت به. وحدوا. السلام عليكم. هذا اللي بيسند ظهره لكان. فليش حتى الغير ينشغل بمحبوباته وانت ما تشتغل بمحبوبك؟ ما انه اي محبوب اكمل؟ هل الدنيا اكمل ام الله؟ طيب هذا اللي احب الناقص ما ترك خياله الناقص، انت لما احببت الكامل ليش ما تخيلت الكامل؟ ليش؟ فتوجه بصدق، ومن صدق بالتوجه وصل. فلا تميل النفس ولا منعوض عن الله بسواه أبدا. ليس لنا إلا هو ربا، وليس لنا إلا هو مقصودا، وليس لنا إلا هو طلبا. فلا نميل لغيره ولا نرضى بغيره بدلا عنه مهما كان. ما في شيء يكفيك عنه، لأنه هو الرزاق، هو المعطي، هو الخالق، هو الموجد. فكيف تجد غيره؟ وكيف تميل لغيره؟ وكيف تسأل غيره؟ فيا أبني قدامكم شيئين،
عنوان الفلاح علو الهمة، وسفول الهمة عنوان الحرمان. يا حرمان يا فلاح. عنوان الفلاح علو الهمة وسفول الهمة عنوان الحرمان، فبيخليك مع الله في علو الهمة. خلي من علو الهمة نفسك إلى حظ، النفس لها حظ، لا تبع حظها برخيص، بع حظ نفسك بالله، بيعها بالغالي، ما تبيعها برخيص، بع حظ نفسك بالله، بع هواك بحب الله، بع ميولك بالتقرب إلى الله، بع انشغالك بالأنس بالله، لا تنشغل عنه، لا تلتفت عنه، لا تتوجه لغيره، هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر، هو الباطن. كن مع الله ترى الله معك، إيش انشغل بالله ترى الله دائما، ترى الله دائما في قربك. آه يا ابني آه، وين الإنسان عم يلتفت؟ تلتفت إلى خسران وتترك الربح، تلتفت إلى مفلس وتترك الغنى. الله الغني وكل ما في الدنيا إفلاس، لمين عم تلتفت وبمن تشغل؟ فالروح يا ابني، الروح لازم لازم نجتهد فيها. فعطوها علو الهمة أولا، علو الهمة أن لا توقفك شيء،